بعد تلميح وإشارات متبادلة، انتقل ملف العلاقات السورية التركية إلى حيز التصريح العلني بعد أن ترقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبواب دمشق، مكلفاً وزير خارجيته هاكان فيدان بعقد اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد لدراسة ملف استئناف العلاقات التركية السورية بعد أعوام من القطيعة، على الرغم من وجود ملفات مشتركة بينهما تتماس مع دور البلدين. 13 عاماً من القطيعة بين دمشق وأنقرة بدأت عام 2011 بعد اندلاع المواجهات الداخلية في سوريا وبدء تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا. تلك السنوات نزع فيها مسؤول البلدين ثوب الدبلوماسية في إدارة سجالات خرجت في معظمها عن سياق البروتوكولات والنقد السياسي المباح إلى التلاسن العلني. العراق كان مفتاح حلحلة الأزمة بعد الوساطة التي قامت بها بغداد لمحاولة وضع حد للتوتر الذي طال أمده بين البلدين. وفيما يتمسك الرئيس التركي بمنطق المصلحة، يجدد نظيره السوري بشار الأسد التمسك بمبادئ سيادة سوريا على جميع أراضيها. وبينما تتزرع أنقرة بحجج أمنية وراء بقاء قواتها على مساحات من الأراضي السورية، جاء رد دمشق واضحا بأن العلاقات بينها وبين أنقرة مرهونة بعودة الوضع إلى ما قبل عام 2011، وأن تكون الأراضي السورية خالية من أي وجود تركي. تنسيق متبادل بين تركيا ودول عربية فاعلة دخلت فيه طهران على خط الدعم بشأن عودة العلاقات التركية السورية. وأخيرا جاء رد الرئيس السوري بشار الأسد مباشرا بشأن مساعي أردوغان لعودة العلاقات بينهما. الأسد الذي سبق له وصف أردوغان بأنه داعم لجماعات خارجة عن القانون في سوريا، وضع شروطا ثلاثة لتنفيذ مطالب أردوغان. شروط الأسد التي لا تقبل التفاوض عليها تعتبرها دمشق اختبار مصداقية للرئيس التركي إن كان لديه الإرادة السياسية الحقيقية لعودة هذه العلاقات. الأسد أعلن أنه يتعامل بإيجابية مع أي مبادرة لتحسين العلاقات مع أنقرة، لكنه قال في الوقت ذاته إن ترحيبه هذا لا يعني أن يكون الجلوس على طاولة التفاوض من دون شروط مسبقة. الرئيس السوري في أول رد رسمي له على مساعي أنقرة وتصريحات نظيره التركي قال أيضا إن الاتصالات مع تركيا لم تنقطع، وبعض الوسطاء يرتبون للقاء على المستوى الأمني. الأسد لا يرى المشكلة في لقاء أردوغان، ولكن يعتبر أن المشكلة الحقيقية في مضمون ذلك اللقاء الذي لن يكون مجرد لقاء لتبادل المصافحة والأحاديث الودية. فهل تنجح مساعي استعادة العلاقات التركية السورية بعد تلك التحركات؟ أم سيعود التوتر إلى سيرته الأولى؟ وحده منطق المصالح المتبادلة سيحكم توجهات قيادات البلدين خلال الأيام القادمة.